بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدي ومتابعي قناة بسان والكرة. نلتقي اليوم في عدد جديد وأخبار جديدة كما عودناكم دائما. البداية بعد هذا الفاصل. انطلق اليوم الاثنين وبشكل رسمي تربص المنتخب الوطني الذي يسبق لقائي زامبيا يوم الخميس وبوتسوانا يوم الاثنين المقبل بتسجيل كثير من الغيابات. التربص عرف دخول اسم جديد وهو آدم زرقان لاعب نادي بارادو الذي عزز التشكيلة نظرا للغيابات الكثيرة المسجلة كما أشرت. بالحديث عن الغيابات، فقد انطلق التربص من دون سعيد بن رحمة الذي أعلن ناديه أنه سيكون معنيا فقط بلقاء بوتسوانا. أيضا رياض محرز لنفس السبب، إنجلترا ترفض سفر لاعبي البريمير ليج لزامبيا، تطرقت للأسباب في أعداد سابقة. بداية التربص عرفت أيضا غياب لاعب الخضر سفيان فيغولي وإسماعيل بن ناصر، حيث أعفاهما المدرب الماضي من السفر لزامبيا، وسيكونان معنيا فقط بلقاء بوتسوانا نظرا لعدم جاهزيتهما، وأيضا لوجود اتفاق ربما مع ناديهما ميلان وغالاتا سراي. الاسم الخامس هو عيسى مندي. مندي لم يحضر لبداية التربص اليوم، لا يعلم صراحة سبب واضح لذلك، لكن المدرب أعفاه من سفرية زامبيا. أيضا مندي بن ناصر بن رحمة فيغولي وأيضا محرز كلهم سيلتحقون بتربص الخضر يوم الجمعة المقبل، أي بعد عودة المجموعة من زامبيا. نشير أيضا إلى أن بن سبعيني سيغيب أيضا عن لقاء زامبيا، لكنه بعكس زملائه الخمسة السابقي الذكر تواجد في الجزائر ودخل التربص. بالإضافة إلى الأسماء الخمسة السابقة، عرف أول يوم من التربص غياب خمس أسماء أخرى وهم هلال سوداني، مهدي طهرات، رايسن بولحي، مهدي عبيد وعز الدين دوخة، أو بصورة مختصرة لاعبو الخليج. هؤلاء تعذر عليهم الوصول للجزائر، سيسافرون مباشرة إلى لوزاكا الزامبية للحاق بالخضر يوم غد الثلاثاء عبر رحلة من مطار العاصمة السعودية الرياض. انتشرت صباح اليوم الكثير من الأخبار عن نية بالماضي الاستقالة بعد لقاء بوتسوانا. الحقيقة أن مصدر كل هذه الأخبار هو الصحفي نزيم بصول، الذراع الإعلامي الأبرز لزاتشي ومرافقه في كل سفرياته الأخيرة. لا أطعن في الرجل وفي نيته في نشر الخبر، لكن في الصحيفة أين أعمل اتصلنا بأحد مساعدي جمال بالماضي وأكد لنا أن كل الأخبار المروجة غير صحيحة وأن بالماضي متفاجئ منها، كما أكد لنا التزام بالماضي بعقده مع الجزائر. صحفيين جزائريين مقيمين في قطر ومقربين جدا من بالماضي نشروا أخبار مشابهة وأكدوا أن الناخب الوطني في قمة الغضب مما يروج عنه وأنه لن يستقيل أبدا، كما أكدوا أن بالماضي لا يستعمل أحد، فإن في حال أراد قول شيء سيخرج لقوله مباشرة ولا يستعمل الإشاعات. على العموم، 29 من شهر مارس لم يعد يفصلون عنه سوى أسبوع، وسنرى إن كان بالماضي سيستقيل أم لا. بالحديث عن بالماضي، فقد رفض الناخب الوطني سؤاله على هامش المنطقة المختلطة اليوم الاثنين عن استقالته، وطلب بالتركيز فقط على المجموعة وعلى اللاعبين الجدد ولقاء زامبيا وبوتسوانا. بالماضي انسحب مباشرة بعد أول سؤال متحججا بعدم احترام المسافة بينه وبين الصحفيين، لكن بحسب رأيي بالماضي اتخذها حجة فقط لأجل عدم الخوض في مشاكل الفاف وما شابه، والله أعلم. بالحديث عن المنطقة المختلطة دائما، فقد عرفت مرور بعض اللاعبين. لاعب فالفيك توبا عبر عن سعادته بالتواجد مع الخضر وقال أنه حلم وتحقق، مؤكدا استعداده لمنافسة جمال بالعمري وعيسى مندي على مركز أساسي في المنتخب. رامي الزروقي عبر هو الآخر عن سعادته الكبيرة بالالتحاق بالمنتخب الجزائري، مضيفا أنه سيعمل كل ما في وسعه لإقناع الناخب الوطني جمال بالماضي بمنحه وقتا في اللقاءين المقبلين. لاعب بيزيكتاس رشيد غزال عبر أيضا عن سعادته بالعودة للخضر بعد عامين من الغياب، مؤكدا أنه استحق الغياب في الفترة الأخيرة نظرا لابتعاده عن مستواه، لكنه استعاده حاليا مع بيزيكتاس وهو عازم على مساعدة الخضر. الاسم الأخير هو نوفل خاصف لاعب تونديلا، قال أنه تدرج في الفئات السنية للخضر لكنه سعيد جدا بوصوله للفريق الأول، مضيفا أن لعبه في أوروبا ساعده كثيرا على تحقيق هذا الحلم. التصريحات كاملة في المصادر لمن يريد الاستماع إليها.
إلى أخبار المحترفين الآن، البداية برياض محرز. محرز حجز مكانه في تشكيلة الأسبوع لكن بأثر رجعي، حيث حجز مكانه للجولة 29 والتي أقيمت في 2 مارس الحالي، أي قبل 3 أسابيع. السبب في تأخر إعلان التشكيلة هي أن لقاءات الجولة 29 انتهت يوم أمس فقط بلقاء ويست هام وأرسنال. المهم محرز قدم في ذلك اللقاء مستوى كبير وكان ضد ولفرهامبتون وسجل هدف في رباعية فريقه. مع تشكيلة الأسبوع دائما لكن من البريمير ليج للليغا الإسبانية، أين تمكن المتألق بقوة عيسى مندي من حجز مكانه في تشكيلة الأسبوع إلى جانب كبار الليغا كليونيل ميسي وكريم بنزيما. ماندي كان قد قدم مستوى كبير ضد ليفانتي وساهم في فوز فريقه بتمريرة الهدف الأول لزميله فقير، وكما هو ملاحظ نال مع زميله الفرنسي نفس التقييم وهو أعلى تقييم بالمناسبة. لا نبرح تشكيلة الأسبوع لكن إلى فرنسا والليغ آ الآن، أين تمكن اليافع كيليان جسوم لاعب نيم من حجز مكان في تشكيلة الأسبوع بحسب ما أعلنته صحيفة ليكيب اليوم الاثنين. جسوم نال تقييم عالي جدا بعد أن قدم لقاء العمر ضد المتصدر ليل يوم أمس وقاد فريقه باقتدار لتحقيق فوز ثمين أحيا آمال البقاء. جسوم كان ضمن المراقبين من طرف الناخب الوطني جمال بالماضي لكنه فضل عدم استدعائه في الأخير. يبدو أن عودة لاعب الخضر إسماعيل بن ناصر قد أعادت إحياء آمال اللقب في ناديه ميلان، وهو ما كشف عنه مدرب ميلان ستيفانو بيولي في تصريحات للقناة الرسمية للنادي. بيولي أشاد كثيرا ببن ناصر وقال أنه يملك خصائص لا تتوفر في أي من لاعبي وسطه الحاليين من دون أن ينقص من قيمة أي لاعب، ويقصد هنا تونالي وميتي، مضيفا أنه لاعب مهم وأساسي في خطط الفريق المستقبلية. إلى ذلك قال موقع كالتشو ميركاتو الإيطالي أن إدارة ميلان وقبل تسريح بن ناصر لتربص بلاده الجزائر اتفقت مع الفاف على مشاركته في لقاء واحد عطفا على عودته حديثا من الإصابة، والذي سيكون كما تبين سابقا لقاء بوتسوانا المقبل وليس زامبيا. إلى هنا يكون فيديو اليوم قد انتهى، نلتقي إن شاء الله في فيديو جديد وأخبار جديدة. لمن يريد التعمق أكثر في أخبار اليوم ما عليه سوى النزول إلى صندوق الوصف ليجد كل المصادر إن شاء الله. سلام.